مع اقتراب أفول عام 2017 تحرك الجيش السوري وحلفاؤه من ريف حلب وحماة باتجاه إدلب. وضع المراقبون الأمر في إطار الضغط باتجاه التسوية التي تقضي بتدويل المدينة، إلا أن تحرك الجيش عبر ثلاثة محاور في فترات زمنية متفاوتة بهدف تشتيت المجموعات المسلحة شتت المراقبين أيضا. المحور الأول كان من جهة خناصر في ريف حلب الجنوبي، فيما يتخذ الجيش من إثريا الشاكوسي جنوبي خناصر محوره الثاني، والثالث انطلاقا من مواقعه في ريف حماة الشمالي الشرقي. أول الانتصارات ترجم بسقوط مدينة سنجار بيد الجيش وحلفائه، وبقي الهدف الأساس مطار أبو الظهور العسكري. الجيش السوري صار مسيطر ناريا على مطار أبو الظهور العسكري، وفي الساعات المقبلة يمكن يأخذ المطار. مطار أبو الظهور رح يشكل عامل إذا بدك بس يثبت الجيش بقلبه، بصير ينطلق منه باتجاه مناطق أخرى وحتى باتجاه أرياف حلب الغربية. الجيش السوري عم يعكس قرار استراتيجي عند الدولة السورية باستعادة كل شبر من الأرض السورية بالسلاح. الجيش السوري وحلفائه الذين يتابعون عملياتهم في ريف إدلب الجنوبي الشرقي سيطروا على أكثر من 14 قرية أبرزها الشكوسية، وكذلك تابع الجيش السوري عملياته على جبهة حرستا في الغوطة الشرقية لدمشق، حيث أعلنت تنسيقيات المسلحين مقتل 22 مسلحا بنيران الجيش السوري في الساعات 72 الماضية. على المقلب الآخر يحشد الجيش التركي قواته في محيط عفرين التي تشكل ثقلا للأكراد تمهيدا لدخولها. بمرحلة الماضية ممكن كان في محل التقاء بالمصالح أو تقارب بالمصالح بفعل العامل الكردي بين الحكومة السورية وبين الأتراك، ولكن الكلام عن وجود تسوية هذا كلام غير صحيح، والبالعكس ما يحصل اليوم يؤكد أنه التسوية غير موجودة، وأنه جميع القوى عم بتجرب تفرض واقعها بالميدان وبالتهويل وبالتصعيد مثل ما بيعمل الأتراك لتحصيل شروط أفضل في التسوية. تقدم باتجاه عفرين أو الدخول التركي على عفرين هو في إطار التهويل حتى الآن، وهو خاضع للشروط السياسية لعلاقة الأتراك مع الروس، لعلاقة الأتراك مع الأمريكيين. تطورات الشمال السوري قابلها عدوان من الجنوب، إذ استهدف طيران العدو الإسرائيلي فجر الثلاثاء منطقة القطيفة بريف دمشق بصواريخ عدة من الأجواء اللبنانية تصدت لها وسائط الدفاع الجوي وأصابت إحدى الطائرات. وكرر العدو الإسرائيلي عدوانه بإطلاق صاروخي أرض أرض من منطقة الجولان المحتل، وأسقطتهما وسائط الدفاع الجوية السورية، ليعاود طيران العدو عدوانه بإطلاق 4 صواريخ من منطقة طبرية داخل الأراضي المحتلة تصدت لها الدفاعات الجوية ودمرت صاروخا، فيما سقط الباقي قرب أحد المواقع العسكرية، ما أدى إلى وقوع خسائر مادية. الضربة التي تلقتها إسرائيل بعد سقوط بيت جن بيد الجيش السوري ليست ضربة عادية، هي إذا بدك خلل أساسي ببنية المنطقة الآمنة أو العازلية اللي إسرائيل كانت تفكر في إقامتها، ليس حتى في جبل الشيخ لا، بل وصولا إلى ريف دمشق الجنوبي. في قرار سوري واضح بالوصول إلى الحدود مع الجولان المحتل. كذلك وجهت وزارة الخارجية السورية رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بشأن الاعتداءات الإسرائيلية. سوريا مثلا من سنة 70 إلى سنة 73 تعرضت لعشرات الغارات الإسرائيلية ولم ترد مرة واحدة، وفي حرب أكتوبر 73 استخدمت سوريا أسلحة كاسرة للتوازن لضرب سلاح الجو الإسرائيلي. فهذا الشيء مثل ما قال حتى سمحت سيد بالمقابلة من كم يوم، أنه الرد السوري أو استخدام أسلحة الدفاع الجوي مرتبط بسياق المعركة المقبلة أو الحرب المقبلة، وغير معني محور المقاومة أو سوريا بالكشف عن منظومات الأسلحة اللي موجودة عندها. عادت الأمور إلى الميدان بعد إخفاق المفاوضات وسط تعثر يصيب التسوية الأمريكية الروسية شرقي الفرات، وأعلان الدفاع الروسية أن حركة أحرار الشام تقف وراء استهداف قواعدها الجوية. حسان الرفاعي، قناة الجديد.